السلام عليكم، اهلا بكم في بارت 3 الجزء الثالث من اهم كلمات الـ ALCBT والـ ECL. زي ما اتفقنا مع ابو طالب في الحصتين اللي فاتوا او في الجزئين اللي فاتوا، قلنا لكم ان هذه الكلمات مهمه جدا ولا يخلو اي اختبار من الـ ALCBT او الـ ECL من هذه الكلمات. اذا عرفت هذه الكلمات فانت داخل معاك 70 او 80% من الاختبار، عشان نكون واضحين. ده الجزء الثالث. dismount، كلمه dismount دي يعني ينزع او يفك. get of something، get off، نمسح دي لانها it is repeated. get off something يعني ينزع او يفك. disturbing يعني مزعج او مقلق. something which is disturbing means worrying، يعني بيسبب لي القلق. something makes me worried، this is worrying. الاي ان جي احنا اتفقنا اما بتيجي في اخر الصفه، اما الصفه بتنتهي باي ان جي يبقى دي الشيء اللي بيسبب، انما الاي دي يبقى الشخص. يعني ما اقول I am worried يعني انا قلقان. something worrying me يعني something makes me worried او makes me get worried. يبقى disturbing دي الصفه اللي بتسبب الازعاج. اوكي، worrying اللي هو مزعج او مقلق. don't bother، bother طبعا احنا قلنا معناها يزعج ايضا، لكن don't bother هنا لا تهتم، never mind. never mind، don't bother، never mind. اوكي، واضحه. drizzle، drizzle اللي هو light rain. light، كلمه light معناها ضوء، معناها ضوء الشمس، او معناها ضوء اللي هو في البيوت، او معناها خفيف. light brown يعني بني فاتح. اوكي، light rain يعني مطر خفيف. drizzle ده light rain. dull يعني تالم، سكينة which is blunt مثلا، سكينة تلمة، blunt B-L-U-N-T بنقول عليها تلمة. إنما dull معناها غير حد أو معناها ممل، معناها boring. boring طبعا مش معناها غير حد. اوكي، دي ممل، شيء بيسبب لي الملل. not sharp دي السكينة، ما بيجي يوصف بها الآلات، السكينة أو أي شيء ليه نصل يبقى أقول عليه dull أو not sharp. اوكي، طبعا عكسها طبعا شارب، شارب يعني حاد، مسنونه كويس، حدها حد زي حد السيف. يبقى دول او بلانت معناها تالم او غير حد، ومعناها ممل، بورينج. طبعا ده معنى بعيد خالص عن تالم. دوبليكيت يعني ميك ات كوبي، ميك ا كوبي اوف سمثينج، يعمل نسخه من شيء، ينسخ. دوبليكيت يعني يعمل منه اثنين. اليجيبل مؤهل، كواليفايد. اليجيبل، eligible تسمعها كده، هنا الجيم ما يجي بعد منها اي او اي تنطق جا. eligible يعني مؤهل، qualified يعني الشخص ده مطلوب وتنطبق عليه الشروط. eligible means qualified. emphasize يعني يؤكد. stress point out، stress او point out emphasize. empty فارغ او شاغر. امتي مش امبتي، امتي امتي كده، البي مع التي مع بعض بي خفيفه جدا، اخف بي ممكن تسمعها في حياتك في اللغه الانجليزيه، امتي كده. vacant، vacant means empty. let's move to the next. enable، to enable someone to make able. enable يعني يمكن، make able. encounter، encounter يعني يصادف. run across or run into. in the meeting ممكن اقول in the meeting I encountered my old friend، او I ran across my old friend، يعني في الاجتماع قابلت بالصدفة صديقي القديم. encounter او run across، run into، to meet accidentally يعني بالصدفة. okay، account، run across، run into. endure، endure يعني يصمد. withstand، withstand يعني endure، يصمد. enough، sufficient، كلمات مشهورة جدا. enough، sufficient بتيجي في معاني الكلمات وبتيجي أيضا في سياق listening وانت تختار. enough، sufficient. equal يعني متساوي، يعني the two things are the same، الشيئين نفس الشيء متساويين. equal أو the same. erratic، erratic irregular. طبعا regular لحد هنا يعني منتظم، regular يعني منتظم، العكس منها IR irregular يعني غير منتظم. erratic، erratic irregular. establish
establish يبني أو يؤسس to establish a company. My father established the company in 2020. في 2020 أبي مثلا أسس شركة established أو معناها يبني build. Okay. Eventually يعني ultimately أخيرا في النهاية eventually ultimately exact مضبوط أو دقيق معناها precise كلمة مهمة جدا precise much more precise much more exact يعني دقيق جدا excellent very good excellent طبعا واضحة exhaust يستنفذ exhaust use up we exhausted our petrol we used up our petrol استنفذنا البترول run out of يعني ينفد exhaust use up أو run out of next exhausted طبعا ده فعل دي صفة exhausted مول I am exhausted okay I had many things today to be done عملت أشياء كتير النهاردة exhausted used up أو very tired used up مرهق أو متعب يبقى دي exhaust فعل و exhausted يعني مرهق adjective fabric اللي هو القماش cloth أو material معناها مادة أو معناها cloth fabric faith إيمان أو اعتقاد أو ثقة faith I have faith in God عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى faith trust عندي ثقة عندي belief يعني اعتقاد belief طبعا لو شلنا الإف وحطينا في إي يبقى believe يعتقد I believe in Allah أو I believe in God okay this is my belief هنا دي اسم لما التانية believe تشيل الدي ونحط ve تبقى كده believe يعني اعتقد اوكي انما ده believe يعني اعتقاد faith trust belief faithful someone هنا بقى when I want to describe someone who has faith لما عايز ان انا اوصف شخص عنده faith اقول he is faithful يعني مخلص مؤمن loyal احمد is very loyal أحمد is completely loyal or faithful to his company. أحمد مخلص جدا لشركته. Okay, faithful, loyal. Fasten in a T silent. Fasten يعني يثبت أو يرفق. Join to put things together. To join with glue, with screw. يعني يوصل أشياء ببعضها مثلا بالغيرة أو بمسمار. Bolt اللي هو المسمار الطويل وسكرو المسمار اللي هو البورما الملفوف. Join, connect, attach. ثلاثة معناهم. Fasten. يثبت يرفق. Join, connect, attach. Fatal, deadly, lethal. Fatal, deadly, lethal. Lethal يعني مميت. Deadly أيضا يعني مميت وفيتال يعني مميت. الله بالله. Fight قتال أو صراع combat أو quarrel fight combat figure out يعني حل أو يجد ويجيب يجد شيء ويجيب عليه find figure out يحل solve find an answer يجد إجابة find معناها locate يجد شيء okay find to find the hospital to locate the hospital Find out معناها discover or learn ثلاث معاني مختلفين figure out يجد ويجيب solve يعني يجيب على to figure out the problem يعني to solve the problem to find out the new hospital يجد المستشفى الجديدة okay أو to discover the electricity اللي هو اكتشاف الكهرباء find out discover learn احنا خلصنا الجزء الثالث بتمنى تكونوا عرفتوه كان شرح أبو طالب سهل وبسيط اكتب تعليق واعمل كومنت وشير لمحتوانا عشان يوصل لكل الناس ما تبقاش شخص بخيل وما تبقاش شخص ماتش بو سيلفش اناني اعمل تعليق واعمل لايك واعمل سبسكرايب واكتب وشير بين زمايلك علشان اكتر ناس يستفادوا ويوصلوا لابو طالب وعندنا المكتبه لو انت عايز مكتبه الاي ال سي بي تي والاي سي المكتبه كامله كلها الواتساب في الديسكريبشن ما تنسوش تواصلوا معانا تحياتي لكم سلام عليكم